ونطير إلى النادي الأهلي والأستاذ أحمد السيد معه جديد بشأن اجتماع فيلر وطلبات فيلر. النهاردة فيلر طلب بعض اللعيبة في مراكز معينة، وكان اجتماع مهم جدا مع لجنة التخطيط، وكمان كان في كلام مهم جدا 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 في أكتر من ملف ما بين مستر فيلر ولجنة التخطيط. هنروح الدنيا كلها، حاضر، هنروح اسكندريه وهنتكلم وهننقل فرحه الاسكندرانيه والاتحاد سيد البلد من عينيا. اللي انتوا عايزينه اعمله. استاذ احمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك استاذ عبد الناصر من جديد، برحب بيك وبرحب بكل متابعين. يعني ابو حميد، يعني ابدا معاك باجتماع مستر فيلر ولا نبدا من اي اخبار اخرى كما تحب؟ ولكن الناس مشتاقه انها تعرف ماذا دار وطلبات مستر فيلر مع اللجنه الفنيه وموضوع مؤمن زكريا. اتفضل. طيب خلينا نبدا بالاجتماع بالفعل، يعني الاجتماع اللي كان اجري الظهر اليوم او بالامس بقى، خلينا نتكلم بشكل بالتحديد. طبعا زي ما حضرتك تعلم الاهلي راح لمده 48 ساعه، فده النادي الاهلي استغل هذا التوقيت، وبالتالي كان في اجتماع ما بين مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ولجنه التخطيط. كان هدف الاجتماع هو الكابتن محمود الخطيب، يعني المفوض من قبل مجلس اداره النادي الاهلي طبعا باداره امور شؤون الكره، في تنسيق مع لجنه التخطيط ان يكون في متابعه بشكل دوري مع مستر فايلر، متابعه الاحتياجات الفنيه، متابعته في كل الامور اللي بتخص الفريق. يعني مستر فايلر اجتمع مع لجنة التخطيط، خلينا نقول كان في بعض نقاط عريضة شوية اتكلموا فيها. أول نقطة اتكلموا فيها موضوع ملف الأجانب، اللعيبة الأجانب اللي موجودين في النادي الأهلي زي أزارو، زي جيرالدو، زي أجاييه، زي أليو باجي، زي ديانج، زي علي معلول. وخلينا نقول إن مستر فايلر أكد للجنة التخطيط إن الموسم القادم هو في خلال هذا الموسم بيتابع اللعيبة، لكن بشكل كبير هو يؤكد بشكل نهائي لابد الإبقاء على علي معلول، لابد الإبقاء على أليو ديانج، يعني هو متمسك بالثنائي دول بشكل كبير ولا نية للتفريط ليهم. بالنسبة للرباعي أزارو، جيرالدو، أجاييه، باتجي، هو قال لحد نهاية الموسم بيتم متابعتهم بشكل جيد علشان يبدأ يحط أولوية أو أفضلية مين يقدر يكون موجود مع النادي الأهلي الموسم القادم. في نفس الوقت اتكلموا في موضوع وليد أزارو، هو ما عندوش أي مشكلة في عودة وليد أزارو من جديد، هو منتظر عودته للتدريبات خلال أسبوع أو 10 أيام، هيقدر يخش التدريبات، هيتحط له برنامج تأهيلي ثم برنامج تدريبي، هيبدأ مستر فايلر يتابعه، لكن حضرتك تعلم هو مش هيقدر يشارك طبعا لعدم قيده أو لرفع اسمه من القائمة المحلية. فأزارو كمان من ضمن الملفات المؤجلة اللي هيتم حسمهم. يبقى خلينا نقول أزارو، جيرالدو، أجاييه، باتجي، أربع لعيبة النادي الأهلي هيبدأ يحط أولويات ويفاضل ما بينهم. ملف الأجانب مرتبط بملف التدعيمات برضو، لأن خلينا نؤكد مستر فايلر من ضمن المراكز اللي طالب تدعيمها هو لاعب مهاجم. يعني هو اتفق مع لجنة التخطيط على تدعيم الفريق على الأقل بثلاث صفقات، جناح أيمن ومدافع ومهاجم. جناح أيمن علشان يكون بديل لأحمد فتحي، لأن هو شعر بأن هذا المركز محتاج يكون ليه بديل وبديل كف بقيمة أحمد فتحي، لأن محمد هاني في هذا المركز وحيدا، بالإضافة إلى أيضا مركز مدافع بسبب الإصابات والإيقافات في الفترة الماضية ابتدى يستجيب لرؤية لجنة التخطيط أن فعلا محتاج مدافع في هذا المركز. كمان أيضا مهاجم قوي يكون إضافة عن المهاجمين الحاليين. يعني مستر فايلر أكد أن الفترة القادمة هيبدأ يشاهد ويتابع أكثر من لاعب أفريقي بالإضافة إلى متابعته للاعبين المحليين، لكن هو حط شرط انه علشان يضم لاعب لازم يكون افضل من المجموعه الحاليه، علشان نؤكد بس ان مستر فايلر متمسك بالمجموعه الحاليه، لكن في نفس الوقت هو فاتح باب ضم صفقات جديده، ومبدئيا تم الاتفاق على ثلاث مراكز علشان يتم تدعيم بيهم الفريق في الفتره القادمه. برضو خلينا نؤكد ايضا من ضمن الملفات المهمه ملف المعارين. مستر فايلر اكد للجنه التخطيط نيته بشكل كامل زي ما احنا قلنا عوده اكرم توفيق
من الجونة، عودة محمد شريف من انبي. بالنسبة لباقي المعارين هو بيتابعهم وقال مش هيقدر يحسم دلوقتي لأن هو لسه بيتابعهم واللعيبة بتؤدي بشكل كويس، لكن هو رافض فكرة عودة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. هو شايف إن الثنائي دول إعادتهم موسم أكتر يديهم قدرة أكتر على العودة بقوة للنادي الأهلي، ياخدوا مشاركات إيجابية، ياخدوا خبرات لما يرجعوا يقدروا يشتغلوا كويس برؤيته الفنية. فلذلك هو متمسك بعدم عودة صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان كمهاجمين، لكن هو هيبدأ يتابع ملفات كتيرة كلاعبين أرقى. في نفس الوقت زي ما أنا قلت متمسك بعلي معلول، متمسك بديانج، لكن الرباعي الأجنبي التاني هيبدأ يفاضل ما بينهم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على جيرالدو، عنده أكثر من عرض ربما يكون هو الأقرب، لكن هو مديله الفرصة لحد نهاية الموسم. وزي ما حضرتك تعلم الأمور متغيرة دلوقتي، شايفين أرجائيل الأمور ماشية ازاي. لكن اللي عايز أكده مستر فايلر رافض، وده بالاتفاق مع لجنة التخطيط، الحديث عن أي ملف يخص المعارين أو الصفقات أو اللاعبين الحاليين في هذا التوقيت. هيبقى في اجتماع تاني قبل لقاء الوداد المغربي، ثم اجتماع بعد لقاء الوداد المغربي، ثم مع نهاية البطولة الأفريقية. اجتماعات مستمرة مع لجنة التخطيط، لكن هو مش عايز يبقى في كلام في وسائل الإعلام حرصا على المجموعة الحالية والتركيز بشكل كبير على المجموعة الحالية. فهيبقى في اجتماعات مستمرة مشاهدة المهاجمين فرق الفترة القادمة. هو شايف ان الوقت مبكر كمان لحسم ملف الأجانب، كذلك حسم ملف أزارو، كل دي ملفات هيتابعها الفترة القادمة، ويكون في اجتماعات مستمرة مع لجنة التخطيط. لكن احنا حطينا ايدينا كده على بعض النقاط الأساسية، اللي هو طلب تدعيم الفريق بمركز مدافع زي ما كانت لجنة التخطيط عايزة، جناح أيمن، مهاجم، رافض عودة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، متمسك بديانج وعلي معلول من الأجانب. في نفس الوقت ادى الضوء الأخضر لرحيل عمار حمدي لأنه عندنا عرض ليه تركي هنتكلم فيه دلوقتي. طيب هايل، أشكرك يعني على هذا التقييم الرائع، ويمكن أنت بتنفرد بهذه الكواليس، سواء احتياجات فايلر أول مرة تطلع بهذا الشكل اللي فيه مصداقية. يعني سيبك من التأليف، وأنا برجع تاني بقول يا جماعة عندنا مشكلة، عاملة مشكلة كبيرة في الأهلي، إن في ناس بتضرب أسماء وبعد كده لو جاء اسم يقول لك انفرادت ومش عارف إيه، وبعد كده هو لو ما جاش يقول لك أنا كنت بتوقع وقتها. بنحاول يعني، أنا بشكر أحمد على هذه الدقة. على فكرة أحمد من الساعة 5 بيكلم الدنيا كلها في الأهلي عشان يجيب تفاصيل الاجتماع بدقة. أول مرة نعرف فايلر عايز إيه مراكز واللعيبة اللي استقر عليهم المعارين والتفاصيل بدقة. أنا بشكرك جدا في هذا الملف. نروح للملف اللي بعده. بشكرك يا استاذ عبد الناصر، لان برضو خلينا نقول الاجتماع حتى كان غير معلن، هي زي جلسه وديه كده، لكن هو دايما لجنه التخطيط مع مستر فايلر بيبقى فيه متابعه بشكل يعني الفتره القادمه كمان هيكون اكثر دقه. وهرجع لنقطه انت حضرتك قلتها مهمه جدا، هو موضوع التوقعات. يعني احنا ما بنشتغلش باللعبه دي او بالطريقه دي. اسهل حاجه نقول الاهلي بيفاوض لعيبه كتيره جدا ونقول اساميهم، ربما واحد فيهم ينجح نقول ده انفرادنا فيه من شهور. لا، احنا ما بنتكلمش بالمنظر ده وبالمشهد ده، احنا بنتكلم اللي موجود في الاهلي بننقله للناس المحترمه اللي بتتابعنا. طيب الملف اللي بعده، خلينا برضو نقطة من النقاط المهمة هو التويت اللي كتبها مؤمن زكريا وتحدث عنها الجميع. زي ما كلنا نعلم مؤمن زكريا يعني ربنا يشفيه ويعافيه، هو كتب على تويتر قال أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي، كل اللي محتاجه منكم الدعاء. ويمكن يعني مؤمن زكريا بعض أحبائه وبعض أصحابه وبعض أصدقائه زاروه، منهم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وبعض المقربين يعني في النادي الأهلي وبعض المنتمين في النادي الأهلي، زاروا مؤمن زكريا اطمأنوا على صحته وفي نفس الوقت تمنوا له الشفاء. عشان كده مؤمن زكريا الحمد لله بحالة معنوية كويسة، كتب يعني على تويتر، واحنا كلنا بنتمنى له يعني الشفاء ويرجع بإذن الله أحسن من الأول. واحنا والله يعني بنتحرك جاهدين ان كل الناس تبدأ تساند مؤمن زكريا، هنفضل نسانده ونفضل ندعمه، لاعب كبير مخلص محترم، فنتمنى له الشفاء وبنطلب من جماهير النادي الأهلي الدعاء له بالشفاء. طب هل لديك اي امور اخرى؟ خليني قبل ما مختم معاك، كلنا في اللايف الاف وبره اللايف، مصر والوطن العربي كله يتمنى السلامة لمؤمن زكريا. يا مؤمن انت في القلب، وانا بكلمك باستمرار، وانا عارف انك انت رفض تعمل مداخلات ورفض تظهر في الاعلام، وظهورك بيبقى مرتب من الله،
وليس مرتب من العباد، عشان كده بيصل إلى القلوب ويخترق قلوبنا وأرواحنا. يعني لك منا كل الدعم وكل المساندة، وبطلب منكم كل الآلاف اللي معايا في اللايف، بطلب منكم الدعاء لمؤمن زكريا، لأن هو طلب كده، قال ادعوا لي أرجوكم، ادعوا لي أرجوكم، ادعوا كلكم لمؤمن زكريا يعني. وبيشكركم الراجل، وفعلا على فكرة كلام من أسرة مؤمن زكريا، من بعد ما ظهر مع أحمد عز وهذه الحملة الربانية الغير مرتبة، مؤمن زكريا فرق مع العلاج بنسبة كبيرة جدا 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 جدا. ربنا يكرم كل من يكرم مؤمن زكريا، ويساند كل من يساند مؤمن زكريا، ويشفي كل واحد بيدعي مؤمن زكريا، وفعلا مؤمن يستحق الدعاء. في دقيقة يا أحمد، هل لديك أي أمور أخرى؟ اخيرا بس، يعني لاعب النادي الاهلي عمار حمدي المعار لطلائع الجيش 6 شهور، جاله عرض طبعا من نادي فاتح كارا التركي للحصول على خدماته. مستر فايلر ما عندوش مشكله في رحيل اللاعب، بس يكون في بند، طبعا البند طبعا في بند في الاعاره بحقيقه الشراء، فالاهلي متحفظ على هذا البند. هو طبعا عنده 20 سنه عمار حمدي، اللعيبه المميزه، لكن حسم الملف ده بشكل كبير هيكون خلال الساعات القادمه. من تركيا بتقول؟ من تركيا؟ من تركيا. طيب، عرض تركي لعمار حمدي. على فكره عمار حمدي هيفرق مع الاهلي جامد، ويمكن عجبني جدا علاء لما قال لازم يفكروا فيه، لان هيبقى البديل الامثل مع محمد مع طاهر، محمد طاهر بالنسبه لمركز رمضان صبحي. صح، هو لعيب مميز جدا، وكمان لو محمد الشريف يرجع من انبي مع طاهر، لا هو خلاص الراجل فايلر عايز امير توفيق ومحمد شريف، دول اكيد هيكمل يجيب لك من الاخر يعني. اكرم توفيق، صح اكرم توفيق، خليني برضه ومحمد شريف. اخيرا يا احمد، كان عندي حاجه مهمه. حاضر. طيب المهندس عادل القيعي بس اتكلم في عدم تطبيق الفار من بداية الموسم، قال كان النادي الاهلي اول من ندى بتطبيق الفار، وهو دلوقتي اكثر الاندية تضررا منه، لان يعني تغاضى الحكم عن احصاء ضربات جزاء كتيرة للنادي الاهلي فيها المباريات الاخيرة، والاهلي تعزى من هذا الفار، رغم ان بينادي بحقية تطبيق الفار طبعا ومناصفة للكل. اخيرا بنبارك للنادي الاهلي مواليد 2000 لكرة اليد رجال، الفوز ببطولة كاس مصر على حساب نادي الزمالك في المباراة النهائية، الف مبروك لفريق اليد النادي الاهلي 2000، التتويج بالبطولة على حساب الزمالك. أيوب الكعبي، الناس اللي بتسأل على أيوب الكعبي مجرد كلام إعلام، ليس. بصوا يا جماعة، أنا متواصل مع أصدقاء أيوب الكعبي، لو أنا قلت لكم في أهلي يبقى في أهلي، حتى اللحظة ما فيش أهلي أهو، حتى اللحظة ما فيش أهلي مع أيوب الكعبي. والنهاردة كنت بكلم 3 من أصدقائي في المغرب وتواصلوا مع وكيل أيوب الكعبي، ما فيش عرض من الأهلي، الأهلي ما تكلمش أصلا لا مع أيوب الكعبي ولا مع عمر السومة، الأهلي اللي ما تكلمش، بلاش نقول فلان وعلان، الأهلي اللي ما تكلمش لا مع أيوب الكعبي ولا مع عمر السومة. أليو ديانج إن شاء الله هيصل خلال ساعات والدنيا زي الفل وما فيك أي مشكلة، وهيلحق بمباراة الجمعة. وهو اتكلم في تصريح رسمي أكد اتفاقه مع النادي الأهلي، وإحنا وضحنا الكلام. شكرا جزيلا يا أبو حميد. شكرا جزيلا. يا جماعة أيوب الكعبي أهو بقول للمرة المليون، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، الأهلي لم يتواصل معه، عشان عيب ان انا اقول ان هو مش عايز الاهلي، لا الاهلي، انا دقيق، الاهلي لم يتواصل مع ايوب الكعبي، الاهلي لم يتواصل مع ايوب الكعبي اهو تاني، الاهلي لم يتواصل مع ايوب الكعبي ولا مع عمر السومة، وكلام وهمي. اول ما اقول لكم في تواصل مع ايوب الكعبي اعرفوا ان حصل تواصل، حتى الان ما فيش تواصل ولا في عرض من الاهلي ولا في كلام من الاهلي مع ايوب الكعبي. اللي اتكلم مع ايوب الكعبي رسميا من مصر بيراميدز، والزمالك خلال ايام عرض عليه ايوب الكعبي من احد الوكلاء، وكينو راح البرازيل، مفيش كينو، كينو راح البرازيل، يا اللي بتسالني على كينو، كينو راح البرازيل، يا اللي بتسالني على كينو، كينو في البرازيل. انا على فكره لعبه ال 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 البتاع ده، التنقلات والكلام ده ما بحبهاش، بس انا بجاوبكم، عشان كده بجيب معلومات دقيقه. احمد الشناوي مين؟ احمد الشناوي بتاع بيراميدز حارس المرمى؟ ليس هناك اي امور في هذا الشان، فايلر مش عايز اي حد في مركز حراسه المرمى،
مكتفي باللي موجودين، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.